الأمسية من شهر رمضان المبارك خصصناها للحديث عن اهتمام علماء المغرب بالجامع الصحيح للإمام البخاري رحمه الله. ولا يخفى عليكم أن الإمام البخاري أو معرفة أهل المغرب بالبخاري ليست بالمسألة المحدثة، بل ترجع إلى تلامذة الإمام البخاري مباشرة لتعرفوا عليه علماء المغرب والأندلس وشمال أفريقيا أو ما يسمى قديما بالغرب الإسلامي. فطلبة المغرب والأندلس كانوا يرحلون إلى المشرق فسمعوا بالإمام البخاري وبتلامذة الإمام البخاري نظرا لعظمة قدره. المحاضرة حاولت أن تتقصى أخبار نسخ صحيح البخاري منذ التلاميذ الأولين الذين تلقوا عن الإمام البخاري، لا سيما الفربري الذي تلقى على يده مجموعة من الطلبة هذه النسخ التي يعني جمع فيها الإمام البخاري كتاب الصحيح. وبعد ذلك سيأتي تلاميذ آخرون ينقلون هذه النسخة الصحيحة، وستصل إلى أبي ذر الهروي الذي سيكون هو فاتحة دخول هذه النسخة الصحيحة إلى الأندلس والمغرب. الإمام البخاري رجل له 1080 شيخ، وذهب يوما إلى مدينة بلخ في خراسان فطلبوا منه أن يدلهم على أسماء شيوخهم، فكتب 1000 حديث وكل حديث عن شيخ، وهذا لا يتأتى لغيره من العلماء. إذن الله تعالى رزقه واحد الذاكرة وواحد القدرة على المعرفة وواحد القدرة على الحفظ وعلى الفهم لم يعطيها لغيره. وحنا أهل المغرب نظرا لأننا نبحث دائما على الصح الأسانيد وعلى أصح العلماء وعلى أوثقهم، لأنه ليس هناك على وجه الدنيا من هو أصح في الإسلام من عمل أهل المدينة المنورة في ذلك الزمان، ولا سيما في زمن الإمام مالك والإمام ورش عن نافع عن الإمام ابن عباس رحمهم الله جميعا. ثم حديث الإمام البخاري كما قلت الذي جمعه كتابه الذي جمعه في المدينة المنورة وضمن كتابه كتاب الموطأ، إذن فهو احنا نعتقد بأنه رجل مالكي. فالمقصود من هذه المحاضرة هو إبراز الدور الذي قام به المغاربة في صونهم لصحيح البخاري، وأيضا لدقتهم في ضبط هذه النسخة، وأن أهل المغرب ظلوا دائما لهم هذا السبق في الاعتناء بالحديث النبوي عن طريق صحيح البخاري، وظل هذا التقليد يعني مستمر إلى اليوم. حتى النسخة مثلا النونينية فإنها نسخة تظهر فيها آثار المغاربة، لا سيما وأن اليونيني صحح نسخته عن طريق ابن مالك النحوي الأندلسي الذي كان له دور كبير في ضبط هذه النسخ. وانا المحاضرة ديالي هي ان يستفيد الحاضرون في هذه المناسبة ديال شهر رمضان المبارك من تسلسل الروايات عندنا منذ ذلك الزمان الى اليوم، ونظهر للناس على اننا اهتمامنا الدائم بأوثق الأمور، ولا سيما بحديث الإمام البخاري رحمه الله وبإمام الإمام مسلم كذلك وغيره من المحدثين، ولكن تتبقى واحد المكانة خاصة عندنا للإمام البخاري. فلهذا ذكرت للإخوان والأخوات شكون هما العلماء بالتسلسل التاريخي إلى اليوم الذين اهتموا بهذا الموضوع، ونتمنى إن شاء الله أن يبقى الأمر على ذلك إلى قيام الساعة والحمد لله.
فأعتقد أن هذه المحاضرة اليوم التي ألقاها المهدي الكنسوسي يعني هي محاضرة قيمة، لأنها نقلت لنا تاريخ هذه النسخة ونقلت لنا كيف وصلت هذه النسخة إلى بلاد المغرب. وأعتقد أنها ستكون هذه المحاضرة لها وقع قوي جدا على الاهتمام وإعادة الاهتمام بصحيح البخاري.